سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ إنه الجيل الخامس من وسائل النقل. إنها مركبة هايبر لوب، كبسولة تتحرك في نفق مفرغ من الهواء بسرعة كبيرة جدا. بدا ذلك في السابق حلما، لكنه تحقق اليوم بعد عرض مجموعة من النماذج الأولية لوسيلة النقل الجديدة. صحيح أنها الآن يمكن أن تعمل في مسار واحد فقط، لكن بناء شبكات متعددة المسارات لهذه المركبة هو مسألة وقت فقط. تم إجراء أول بحث نظري لهذا النوع من وسائل النقل في عام 1909، حيث اقترح عالم الفضاء الأمريكي روبرت جودارد استخدام القوى الكهرومغناطيسية لدفع المركبة. في ذلك الوقت تم تسجيل براءة اختراع باسمه، لكن الفكرة أقدم من ذلك بكثير، حيث إن هنري بينكوس وضع مخططاً لأول نفق قطار مفرغ من الهواء عام 1835. أما الفكرة المعاصرة فقد ظهرت عام 2012 حين صرح أيلون ماسك في مقابلة تلفزيونية بأنه بحلول عام 2029 سيكون بإمكان البشر التنقل داخل كبسولة تمر في نفق مفرغ من الهواء بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، حيث تم تقدير التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 68 مليار دولار ونصف. في البداية أعلنت روسيا سخريتها من هذا المشروع المستقبلي، ووصفته بأنه أبطأ من أسوأ وسيلة نقل يتم استعمالها في روسيا حالياً. لكن أيلون ماسك أصر على إثبات فعالية فكرته، وأطلق عليها اسم هايبرلوب، وهو الاسم المشتق من ثلاثة أشياء: طائرة كونكورد، مدفع الريل جان الكهرومغناطيسي، ورياضة إير هوكي. أكد إيلون ماسك أن سرعة وسيلة النقل الجديدة ستكون ضعف سرعة الطائرة وثلاثة أضعاف سرعة أسرع قطار في العالم، كما صرح بوجود مميزات أخرى من بينها أن تكلفة تشغيل هذه المركبة ستكون أقل بعشر مرات من تكلفة تشغيل الطائرات والقطارات، حيث إن المركبة الجديدة ستعتمد بشكل كبير على الطاقة الشمسية. تم تقديم النموذج الأولي للجمهور في 12 من شهر أغسطس من عام 2013، وبعد شهر من ذلك تم إجراء محاكاة للنموذج من طرف شركة أنسيس. أثبتت المحاكاة جدوى المشروع، وأثارت النتائج اهتمام العديد من المستثمرين، خاصة بما أن تكلفة تشغيل هذه المركبة أقل بكثير من تكلفة تشغيل القطارات والطائرات. لم يمر الأمر على الشركات الكبرى مرور الكرام، وانضم ثلاثة مستثمرين للمشروع. الأول هو شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك، أما الثاني فهو شركة هايبر لوب دبل تي، إضافة إلى هايبرلوب تكنولوجيز التي حملت لاحقاً اسم فيرجين هايبرلوب 1. وقد ساهمت الشركات الثلاث في تطوير فكرة المشروع، لكن لم تبدي كل الشركات نفس القدر من الاهتمام. بدأ إيلون ماسك في التخلي عن الفكرة تدريجياً، لكنه لم يتخلى عنها نهائياً. كل ما في الأمر هو أنه منشغل أكثر بتطوير السيارات الكهربائية. أما شركة هايبرلوب دبل تي فقد كان مهندسوها يعملون على المشروع في وقت فراغهم، لأن ذلك لم يكن المشروع الرئيسي للشركة. أما شركة فيرجين هايبرلوب 1 فقد منحت كامل اهتمامها لهذا المشروع المستقبلي. حارست شركة فيرجين هايبرلوب 1 على عرض مشروعها كمشروع تجاري، وذلك للاستفادة من أموال الصناديق الاستثمارية في مختلف دول العالم. وبذلك ظهرت العديد من الدول التي ترغب في احتضان المشروع، ومن بينها روسيا التي أردت إنشاء نفق مفرغ من الهواء بطول 65 كيلومترا ما بين ميناء زاروبين الروسي ومدينة هونشون الصينية. لكن العرض الأفضل كان العرض الهندي المتمثل في إنشاء نفق ما بين مدينة مومباي ومدينة هونشون، وهو النفق الذي كان من المفترض أن يمر بكافة المدن الهندية الكبرى. تم إطلاق المشروع قبل إمضاء اتفاق نهائي بين الشركة والحكومة الهندية، أما العقد فقد تم إبرامه أثناء العمل على الجزء الأول الذي يربط مدينة مومباي بمدينة بوني، علما أن الحكومة الهندية حددت فترة 7 سنوات لإنهاء المشروع، وكان من المفترض أن يكون جاهزاً بحلول عام 2021. لكن بعد فترة قصيرة أمرت الحكومة الهندية بإيقاف الأشغال. لم تكن ميزانية 10 مليارات دولار مشكلة أمام الحكومة، لكن المشكلة تمثلت في رغبتها في التأكد من أن وسيلة النقل الجديدة فعالة، وبالتالي تم تجميد المشروع بعد إنهاء ما يقدر ب10 كيلومترات من النفق، على أن يتم استئناف العمل عليه حين يثبت مشروع مماثل نجاحه في مكان آخر من العالم. في نفس الوقت واصلت شركة فيرجين هايبرلوب 1 العمل على مشروع مماثل في ولاية نيفادا الأمريكية، حيث وصلت سرعة الكبسولة إلى 387 كيلومترا في الساعة. أما إيلون ماسك فقد عاد للاهتمام بوسيلة النقل الجديدة أيضا، حيث حاولت شركته سبيس إكس تقسيم مجهوداتها ما بين المشاريع الفضائية والمشاريع التي يمكن إنجازها على كوكب الأرض.
أعلنت الشركة عن مسابقة لتصميم الكبسولة وشارك فيها 22 مهندسا. حصل المشروع على دعم من الحكومة الأمريكية، وذلك لبناء نفق تجريبي يربط بين واشنطن ونيويورك. واليوم تم إنهاء جزء يبلغ طوله 16 كيلومترا ونصفا من المشروع بالتعاون مع العديد من الشركات الحكومية. كما تشرف الشركة أيضا على نفق بطول 8 كيلومترات بتكلفة 100 مليون دولار في ولاية كاليفورنيا، إضافة إلى النفق الذي يربط ما بين بودابست وفيينا، والذي يجعل التنقل بين المدينتين يستغرق 8 دقائق فقط، إضافة إلى نفق بطول 10 كيلومترات في الإمارات العربية المتحدة، والذي يربط ما بين مدينة دبي ومطار آل مكتوم، على أن يتم إنشاء نفق آخر في المستقبل يربط ما بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. هناك مشروع آخر تشرف عليه شركة هايبرلوب دبل تي، وهو مشروع النفق الرابط ما بين مدينة طنجان الصينية ومطار فينيكس المحلي، وهو نفق بمسافة 10 كيلومترات تبلغ تكلفته 295 مليون دولار أمريكي. يتم العمل على المشروع بشراكة أمريكية صينية، حيث تشرف الصين على تشييد البنية التحتية، في حين تتولى الشركة الأمريكية تصميم الكبسولة وتركيب معدات التشغيل. وترى الصين أن نجاح هذا المشروع من شأنه أن يغير مستقبل النقل في البلاد، حيث ستعمل الحكومة على اعتماد شبكة كاملة من الأنفاق الجديدة. لكن الصين وضعت شرطاً واحداً لذلك، وهو أن تصل سرعة الكبسولة داخل النفق إلى 4000 كيلومتر في الساعة. حينها ستقوم الصين بربط كافة مدنها مع بعضها البعض بواسطة وسيلة النقل الجديدة، وهو المشروع المستقبلي المعروف باسم هايبرفلاي. بدأت شركة هايبرلوب دبل تي بالفعل في تجريب كبسولتها، وذلك على مسار تجريبي بطول 320 مترا في مدينة تولوز الفرنسية، وذلك بعد أن تم عرض الكبسولة لأول مرة في شهر أبريل من عام 2020 في مدينة البويرتو دي سانتا ماريا الإسبانية، وهي كبسولة بطول 15 مترا تزن حوالي 5 أطنان، وتتسع حسب التصميم الداخلي إلى 28 أو 40 راكبا. أما النسخة العربية فهي مختلفة تماماً، وهي من تقديم شركة فيرجين هايبرلوب وان. التصميم الداخلي متوفر بنموذجين، وهما البلاتيني الذي يتسع لخمسة راكبين، والذهبي الذي يتسع لأربعة عشر راكباً. كما أن الكبسولة تحمل شعار RTA، وهو شعار هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات العربية المتحدة. وفي المستقبل سيتم افتتاح أول نفق مفرغ من الهواء ما بين مدينتي دبي وأبوظبي، حيث سيكون من الممكن قطع مسافة 140 كيلومترا خلال 12 دقيقة فقط. ومن المحتمل أن يدخل النفق الخدمة عند افتتاح معرض إكسبو 2020 في الإمارات، والذي تم تأجيله إلى عام 2021 بسبب جائحة كورونا. لحد الآن لا توجد أي معلومات دقيقة بخصوص تشغيل النفق، لكن الإمارات تعطي الكثير من الاهتمام لهذا المشروع. أما بالنسبة للصين فهي مشهورة بنسخ التكنولوجيا الحديثة، لكن لحد الآن لم تظهر أي شركة صينية قادرة على نسخ هذا المشروع، وبالتالي فإن الصين مضطرة للتعامل مع الشركات الأمريكية للحصول على وسيلة النقل الحديثة. ما زالت الحكومة الصينية تؤجل مشروعها كل عام إلى العام الذي يليه، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا. من المحتمل جدا أن يكون أول نفق جاهز للخدمة واحدا من الأنفاق التي تشرف عليها شركة سبيس إكس في الولايات المتحدة الأمريكية، فأيلون ماسك حريص كل الحرص على ذلك، لكن الإمارات العربية المتحدة أقرب من الجميع إلى تشغيل أول كبسولة نقل في العالم. لابد أننا سنعرف الفائز في هذا السباق قريبا. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.